السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، واهلا بيكم وفيديو جديد من الفيديوهات الصباحيه. والنهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا. ايه اكتر المشاكل اللي بتقابلنا لما بنعمل دايت؟ الموضوع ده انا طرحته في بوست، وحضراتكم عملتوا كومنتات كتير جدا على البوست، وانا جمعت اهم 10 نقاط اتكلمتوا فيها. اول نقطه اني مش ببدا اصلا، انا مش عايز ابدا دايت اصلا، انا زهقان من كل حاجه، انا مخنوق ومش هعمل دايت، مفيش فايده. طبعا الاحساس ده انا مقدره جدا، لانه المعروف عن الدايت انه زيجزاج او يويو، او بنعمله وبنخرج منه وبعدين نعمله ونخرج منه، وبنفرح جدا بالنتائج وبعدين نرجع تاني نزعل ان احنا حصل لنا ارتداد وزن، والموضوع بيبقى محبط جدا جدا. ده علشان بنعمل الدايت بالشكل الخاطئ. اذا عملت الدايت بطريقتي، بطريقه البورشن كنترول او التحكم في كميات الطعام مع توزيعها خلال اليوم، بالطريقه اللي بنقدر نتعايش بيها مع اللايف ستايل او طريقه العيشه بتاعتنا، عمركم ما هتحسوا انكم داخلين على حاجه غريبه. احنا بننظم مش بنعمل دايت. حاولوا ان انتوا تحطوا هدف، وده انا اتكلمت فيه قبل كده، ان هدفي لازم يبقى رياليستيك او هدف واقعي. حضراتكم لازم تحطوا هدف الصحه، ان حضراتكم ما تتحجوش لحد، ان حضراتكم تحافظوا على الاداء اللي المفروض مطلوب منكم واللي انتوا بتبقوا مبسوطين وانتوا بتعملوه. اول حاجه الهدف، تاني حاجه ما تحطوش في دماغكم انكم انتوا بتعملوا دايت، انتوا بتنظموا العيشه. تابعوني هتعرفوا تنظموها ازاي. تاني حاجه الرياضه، انا اصلا بكسل جدا، انا ما بقدرش، انا ما عنديش وقت، انا ببدا رياضه ببقى متحمس وفجاه ببطل الرياضه. عايزه اقول لكم ببساطه شديده ان حضراتكم لو حاطين في دماغكم انكم عايزين تنزلوا وزن وخلاص على الميزان، الرياضه مش هتبقى مهمه، ودي حاجه غلط جدا وخطيره جدا، لان مع الوقت الكتله العضليه بتاعتنا هتتكسر، ولو الكتله العضليه هتتكسر هيحصل حاجتين، حرقك هيقف وهتخش في ثبات وزن، والحاجه الثانيه هتضعف، هتحس ان انت وانت بتعمل الدايت ضعيف وتعبان ومش قادر تكمل، وده اللي بيخلي فيه ارتباط شرطي ما بين الدايت وما بين الصحه اللي رايحه في داهيه. الرياضه مش لازم تبقى رياضه مفهومها جيم وتنطيط وحاجات ممكن ما تكونش برده مناسبه لطريقه عيشتي، لازم تعملوا حاجه مناسبه ليكوا، يعني اللي يقدر يمشي. ودي اكتر حاجه موجوده في كل الجايد لاينز او المرجعيه العلميه، امشوا يا جماعه، امشوا بس بمد وبانتظام، بنيه انكم نازلين تمشوا عشان تخسوا، مش بنيه ان انتوا بتمشوا لما تروحوا مشوار او بالمره. زياده النشاط اليومي في المرحله بتاعه الدايت مهمه جدا، لانه النشاط اليومي مش الرياضه، ده هيحافظ على كتلتك العضليه وهيحافظ على انه الانسولين او هرمون الانسولين عندك يبقى دايما متظبط. اما الرياضه هتحرق دهون بقى للناس اللي عايزه تتطور وتحرق دهون وتعمل شيب. عشان كده دايما المتابعين ليا بيخسوا مقاسات اكتر من الوزن، لانهم بيحافظوا على الكتله العضليه، شكل جسمهم بيتغير، بيبقى الناس منبهره ان هم ازاي خسوا بالشكل ده، والرقم ده هو اللي نزل على الميزان، ما هوش الرقم الكبير. يعني الرياضه اسلوب حياه، الرياضه عشان الصحه، الرياضه مش عشان الدايت، ما تربطهاش بالدايت، ما تقولوش رياضه اصلا. امشوا، امشوا 5 مرات يوميا، حتى لو كان في اليوم 10 دقائق، مشي مد منظمه مقصود بيها انكم تمشوها علشان تحافظوا على صحتكم، مش بتمشوها على حسب الظروف. تالت حاجه اني بجوع، انها مش شديد للاكل وخصوصا الحلويات في وقت الدايت. ما طبعا ما انت جعان فعلا، لانك رابط الدايت بانك مقلل جدا او مقنن جدا كميات الطعام، وده غلط وخطر جدا. غلط غلط، حضرتك لازم تاكل كويس جدا وتشبع وتنظم اكلك خلال اليوم وتخس بان حضرتك شغلت حرقك، مش انك قللت كميات الطعام بشكل مفجع. ده اسمه ريستريكتيف دايت، او دايت بيخلينا جعانين وتعبانين وهفتانين، عشان كده دايما بيبقى مؤقت، عشان كده دايما مش بنقدر نكمل عليه. عشان كده اول ما يجي هاجس الدايت من بعيد بحس ان انا ايه ده، انا داخل على الم ومأساه وجوع، كله من اكل البيت مع تقنين الكميات وتوزيعها على اليوم. وهنزل النهارده الدايت ان شاء الله على انستجرام، وهحط لكم اللينك. بصوا على الدايت بتاع مرضى السكري النوع الثاني ومقاومه الانسولين، وشوفوا هياكلوا قد ايه. ايه ده، هم ممكن ناكل كتير ونخس؟ ايوه، انا البيشنتس بتوعي مش بياكلوا كتير، بياكلوا معقول بما يتناسب مع احتياجاتهم، وانا بمارس، مش بقول كلام مثلا من الورق او من الكتب فقط، لا انا بمارس وبشوف النتائج بتاعت الحالات بنفسي. كلوا وخسوا، طوعوني، دي الحاجه اللي هتدوم. بعد كده اني مش بحب اشرب ميه، لا بصوا بقى، الميه هي ملهاش علاقه بالدايت برضو، الميه حياه، الميه يعني خلايا حضرتك بتشتغل بالشكل اللائق، كل العمليات الكيميائيه بتاعتك بتشتغل بالشكل اللائق، وظايفك الحيويه، شعرك، بشرتك، احساسك بانك قادر تؤدي، مش تعبان، كل ده مرتبط بالميه. الميه ملهاش علاقه بالدايت، نظمها، اشرب كوبايه مع كل اذان، اول ما تسمع الاذان اشرب كوبايه صغننه قد كده، يبقى كده 5 في اليوم حلوين، وبعد كده
ابقى كتر شويه، حاول تقلل من الكافيين عشان ما ينزلش ميه من جسمك وتبقى في حاله جفاف. الميه ممكن نحط لها طعم ان شاء الله، نقطه شربات. تخيلوا ان انا كان في عيانه عندي بتحط نقطه شربات على الميه عشان تعرف تشربها، مش مشكله غير طعمها، حط حاجه انت بتستسغها، بس لازم تشرب ميه بالتدريج، اوعى تدخل مره واحده وتحس ان انت ده عقاب بالنسبه لك. بزعل لما باكل، تأنيب الضمير، وليه؟ ماله الأكل؟ مش هو اللي بيتخنك، لو بتاكل بالمعقول مش هيتخنك، لو بتعك من وجهة نظرك كل فترة مش هتتخن، لو حضرتك مقنن الكميات معظم الوقت ويوم أو يومين في الأسبوع كلت زيادة شوية مش هيحصل حاجة، طالما محافظ على التنظيم، طالما محافظ على المية، طالما محافظ على المشي. طيب تأنيب الضمير بيعلي الكورتيزول على فكرة، هرمون التوتر، وده بيوقف الحرق، خدوا بالكم وتكير. طيب الحاجة اللي بعد كده بزهق بسرعة، ما تاني اللي بتزهق بسرعة لأن حضرتك عايز تعمله بشكل مؤقت تخس بسرعة وتخلص، فده بيدخلك أصلا في توتر وثبات وزن على فكرة، ده بيضيع لك الكتلة العضلية، بيخليك فعلا نتائجك تبقى مبهرة في الأول وده في أوائل الدايت، بعد كده لما بتروح تكرر التجربة ما بتنجحش على فكرة. لكن لو حضرتك ما حطيتش في دماغك إنك عامل دايت أساسا هتزهق من إيه؟ ما أنت عايش عادي زي الناس اللي بيطلبوا مننا الوجبه الفري، ما فيش حاجه اسمها فري، ما انت بتاكل من اكل بيتك عادي، كل من اكل بيتك عادي، ما تزهقش ولا تتضايق لانك بتعمل حاجه حدوم لايقه عليك. طيب الحرق عندي قليل، مين قال لك ان الحرق عندك قليل؟ دكتور الدايت مين قال له ان الحرق عندك قليل؟ جرب تسمع كلامي، تعمل الثلاث عادات المشهورين، ميه، تنظيم وجبات، حركه، وبعد كده اتكلم عن الحرق. شوف حرق حضرتك الكاباسيتي بتاعته ايه، قدرتك على حرق السعرات قد ايه، 22 في وزنك وممكن نزود 20% كمان. طب نحاول بقى نشغل الموتور بتاع الحرق، ماشي، تنظيم وجبات، ميه، تقنين كميات، وشوف حرقك هيشتغل ولا لا. الممنوعات وان كل حاجه ممنوع، انا ما عنديش ممنوع، مفيش حاجه اسمها ممنوع، في حاجه اسمها ان انا معظم الوقت باكل كويس جدا وباكل صحي وباكل وانا شبعان ومش بقوم من الاكل الا وانا شبعان، وبعض الوقت باكل الممنوع، ايه اللي هيحصل؟ الممنوع مرغوب، لو انا في المطلق منعته تماما هيبقى برضه لفتره مؤقته، مفيش حاجه اسمها ممنوع في الدايت، طوعوني هتكسبه. بعد كده ثبات الوزن، اسباب ثبات الوزن كتيره، اسباب ثبات الوزن منها ان انت كرونيك دايتر وعمال تعيد وتزيد في الدايت بتاعك، منها ان انت ضيعت الكتله العضليه بتاعتك، منها ان انت بتاكل قليل جدا فجسمك دخل في ستارفيشن مود، ما بتشربش ميه، ما بتعملش رياضه. ارجع للفيديو بتاع ثبات الوزن بتاعي واتفرج عليه وشوف ايه المشكله، لكن انك تحط في دماغك ان انا عندي ثبات وزن فمهما عملت دايت مش هخس، يبقى انت بتعمل الدايت غلط، يبقى انت مركز على الاكل مش العادات. طوعني وركز على العادات اليوميه اللي هتدوم، هتلاقي نفسك بتخس من غير ما تحس. اخر حاجه هي الامساك، وطبعا امساك، ما انت ما بتاكلش، هو الامساك هو اصلا موضوع التبرز ده عباره عن ايه؟ بقايا الطعام. هو انت بتاكل عشان يبقى في بقايا طعام؟ لازم تاكل 5 وجبات في اليوم، تشرب ميتك، تمشي كل يوم على قد ما تقدر، ممكن تحصل نص ساعه لو صحتك مساعدك على ده ومفاصلك مساعدك على ده. لازم تاكل الياف، لازم حضرتك تحط في دماغك انه الاكل ما بيخوفش وانه الاكل مش هو المشكله، طالما 80% او 80% باكل صحي هيجي لك امساك ليه الا لو كان في سبب عضوي؟ يبقى انا هعمل كل ده واشوف هل في سبب عضوي ولا لا. طالما ان انت عملت دايت وجالك امساك، شعرك وقع، حسيت بهفتان، حسيت بجوع، اتضايقت، زهقت، اتخنقت، انت بتعمل دايت غلط. طريقه الدايت المتداوله في سوق الدايت خاطئه، عايزه نتائج سريعه وبعدها بنخش في حاله نفسيه، في يأس، في بؤس، في ضعف صحه، ده غلط. حضراتكم هتعيشوا بطريقه عيشه، نمط حياه، غيروا دماغكم وتفكيركم وحياتكم، وقننوا الكميات، وزعوا الوجبات عليهم، اشربوا ميه، اتحركوا، ممكن نقسم اليوم ل 12 ساعه و12 ساعه لمجرد التنظيم وتظبيط الهرمونات بتاعه الجوع والشبع وهرمون الانسولين، كل ده نتائجه مبهره، يبان بسيط لكن والله هو الفكره فيه في بساطته. توعوني توعوني توعوني، بطلوا تبهدلوا نفسكم عشان تعملوا دايت لانه كده عمره ما هيدوم. ربنا يوفق الجميع وصباحكم زي الفل.